قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، أي عن كنز عظيم مقدار جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، أي على تحصيله وأخذه، فيقتل من كل 199، أي من الناس المتقاتلين، ويقول كل رجل منهم، أي من الناس أو من 99، لعلي أكون أنا الذي أنجو، أي أنا الذي ينجو. والظاهر من معنى هذا الحديث أن القتال يقع بين المسلمين أنفسهم، لأن قتال المسلمين مع أعدائهم وغيرهم يسمى ملاحم. ولذلك قال بعض الرواة لهذا الحديث: يوصي ابنه إن رأيته فلا تقربنه، ليس فقط لا تأخذ منه شيئا، لا تقربنه. وهؤلاء المقتتلون يعلمون بأن النجاة تكون لواحد من 100، وأن الهلاك سيكون حليف 99، ومع ذلك يقتتلون، ويرجو كل واحد منهم أن يكون هو ذلك الفائز الناجي، فيقتل الباقي في الحال رجاء أن ينجو في المآل فيأخذ المال. وهذا من سوء الآمال وتضييع الأعمال وشدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت. وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن، بل هذا كله قبل أن تأتي العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة.